السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بيكم. معكم مستر محمد حسن من قناه مستر محمد حسن ماث. النهارده ان شاء الله معانا مع فيديو جديد نتكلم فيه مع بعض عن الليسون جونيور 6 اللي هو بنسميه جيومتريك ترانسفورميشن او هو ترانسليشن. فبدي يا جماعه ما تنساش نعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، ونفعل ان شاء الله جرس التنبيه بكلمه سبسكرايب عشان يوصلنا كل فيديو جديد. طبعا يا جماعه زي ما احنا عارفين ان الفيديو او سوري الليسون ده بيتكلم عن حاجه اسمها جيومتريك ترانسفورميشن. طبعا احنا كنا خدنا في جونيور 5 حاجه اسمها جيومتريك ترانسفورميشن او بنسميها باللغه العربيه الانتقالات الهندسيه. في عندنا زي ما خدنا في جونيور 5 يا جماعه 3 جيومتريك ترانسفورميشن اللي هما الريفليكشن والترانسليشن والروتيشن. في جونيور 5 كنا اخدنا مع بعض الريفليكشن، عرفنا مع بعض الريفليكشن ده كان بيتعمل ازاي. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن حاجه اسمها ترانسليشن. كلمه ترانسليشن معناها باللغه العربيه انتقال، يعني بنتقل من مكان لمكان تاني. واحد يقول لي مستر بس هي معناها في الانجليش الترجمه، ما هو ده فعلا نفس المعنى. كلمه ترجمه معناها انتقال من لغه الى لغه ثانيه بالظبط. عشان كده بنقول ان كلمه ترانسليشن معناها انتقال، بنتقل من مكان الى مكان ثاني زي ما احنا عارفين النقل بيتم ازاي. طبعا في الترانس يا جماعه في عندنا ثلاث حاجات مهمين قوي، في عندنا حاجه اسمها بوينت، في عندنا حاجه اسمها ترانسليشن، او ساعات بنسميها ماجنيتيود. هنعرف ازاي نستخدم كلمه ماجنيتيود دي وبتيجي امتى في الاسئله. يبقى كلمه ترانسليشن ليها معنيين، ممكن ليها معنى كلمه ترانسليشن عادي اللي احنا عارفينه وخدناه اسم الدرس، او ليها كلمه ثانيه اسمها ماجنيتيود. والكلمه الثانيه وهي الاهم عندي في الليسون ده هي كلمه الايمج. الايمج هي الصوره اللي انا بنتقل ليها او بروح عندها. يعني مثلا لو انا عندي بوينت هنا موجوده كده، مثلا البوينت دي سميتها هنا ايه، انا مثلا هعمل لها ترانسليشن 5 ستيبس مثلا، يعني 1 2 3 4 5 مثلا كده. يبقى الجزء ده هو عباره عن ايه، على الترانسليشن او الماجنيتيود. فالبوينت اللي هتبقى هنا اللي هي الجديده هنسميها A داش، اللي هي دي بقى اسمها الايمج. يبقى كده عرفنا مع بعض ان الترانسليشن فيه ثلاث حاجات مهمين، البوينت والترانسليشن او الماجنيتيود والايمج. بكل بساطه زي ما قلنا من شويه ان اهم حاجه عندي هي مين، الايمج. عشان نجيب الايمج دايما بنعمل بلس، عشان نجيب الايمج بنعمل ايه، بلس. طبعا بنعمل مين بلس مين، البوينت بلس الترانسليشن. وعشان نجيب البوينت بنعمل ماينس، وعشان نجيب الترانسليشن او الماجنيتيود برضه بنعمل ماينس. ازاي بنعمل الكلام ده؟ تعال نشوف مع بعض بنعمله ازاي. اول نقطه يا جماعه النهارده في نحل الاسئله دي هي ازاي بنجيب مع بعض الايمج. وانا يا جماعه من شويه عشان نجيب الايمج بنعمل بلس. تعال نشوف مع بعض بنعمل بلس ازاي بكل سهوله. طبعا الايمج ليها اربع اسئله مهمين بيجوا عليها. طبعا ما بيجيش الاربعه، بيجي واحد من الاربعه بس. تعال نشوف مع بعض ازاي بنحل الاربع انواع دول بكل سهوله. في البدايه يا جماعه بيقول لي the image of point A 35 by translation negative 13 is نقط. طبعا هنا اكبر حاجه بتعوقني او بتقابلني في السؤال ده هو هنا السبيس دي، هو طالب مني ايه فيها؟ دايما حاجه مهمه لازم نعرفها ان ايه، اول ما الاقي سبيس جنبيها كلمه is، كلمه is هنا بتعود على اول كلمه موجوده في السؤال اللي هي كلمه مين؟ عندنا كلمه image. يبقى هنا هو طالب مني هنا في النقط، طالب مني الايمج. عرفت منين؟ عشان is زي ما قلنا بتعود على كلمه image الموجوده في البدايه. زي ما قلنا يا جماعه هو طالب مني هنا الايمج زي ما عرفنا من شويه. يبقى هنعمل ايه؟ بلس. البلس بيتم ازاي؟ هعمل ده بلس مع ده. ازاي بيتم الموضوع ده؟ بكل سهوله هاخد الترانسليشن ده واحطه هنا تحت واعملهم بلس مع بعض. يبقى هاجي هنا اكتب نيجاتيف 1 3 تحتها هنا كده اهو نيجاتيف 1 3. هنعمل الاكس مع الاكس. طبعا احنا عارفين اوردر بي بيبقى عنده اكس وعنده واي. هنعمل 3 بلس نيجاتيف 1 هيدينا 2، وعندنا 5 بلس 3 8. يبقى الاجابه هنا عندنا A داش زي ما قلنا الA لو هي البوينت، يبقى الايمج A داش هو 2 و8. تعال نشوف مع بعض السؤال الثاني. بيقول لي هنا the image of point P negative 2 و0 by translation xy، وعمل لي هنا error 1 negative 2. ده شكل من اشكال الترانسليشن، ممكن يجيبه كده ممكن يجيبه كده، الاثنين زي ما قلنا سيان. هنعمل ايه زي ما قلنا؟ طبعا is space هو طبعا طالب مننا مين؟ جايب is، is بتعود على مين؟ على الايمج. يبقى هو عايزني الايمج. يبقى هعمل ايه زي ما قلنا؟ بلس. هنعمل بلس ازاي؟ ناخد اللي هو الترانسليشن نحطه تحت هنا بكل سهوله، او ممكن نحطه فوق لو تحت المكان مش فاضي. نكتب هنا 1 نيجاتيف 2 بالترتيب، 1 بلس نيجاتيف 2 هيدي طبعا زي ما عارفين قبل كده دول ديسلايك، نعمل ماينس هيدينا نيجاتيف 1، ونيجاتيف 2 بلس 0 يدينا نيجاتيف 2. طبعا هي دي البي داش هتبقى نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2. تعال نشوف مع بعض السؤال الثالث وهو بيتعامل مع بعض ازاي. الفكره الثالثه يا جماعه عندنا في السؤال بتاعنا هو بيقول لي هنا the image of point C 0 1 by translation x minus 1 y plus 2.
طبعا هنا يا جماعه نفس الكلام، هو طالب مني مين هنا؟ ايزي بيتبع مين؟ الايمج. هنعمل ايه زي ما قلنا؟ برضه هنعمل بلس. طب ازاي؟ فين هنا الترانسليشن؟ بكل بساطه هو ده الترانسليشن. هعمل ايه؟ ام جاي بنسل واعمل كروس على الاكس والواي. هل الاكس هنا مين معاها؟ نيجاتيف 1 والواي معاها هنا بوزيتيف 2، يبقى الترانس عندنا هيبقى نيجاتيف 1 وبوزيتيف 2. هنعمل زي ما قلنا بلس، هنكتبه هنا فوقيهم او تحتيهم زي ما انت عايز. هنكتب نيجاتيف 1 هنا وال2، هنعمل بلس نيجاتيف 1 بلس 0. طبعا السي داش هيديها نيجاتيف 1، 2 بلس 1 يدينا 3، يبقى ريزلت نيجاتيف 1 و3 بكل بساطه. تعال نشوف الفكره الرابعه الاخيره في الجزء الاولاني من الفيديو، بيتكلم عن ايه؟ بيقول لي هنا ذا ايمج اوف بوينت دي 13 باي ترانسليشن اوف ماجنيتيود. هنا بقى جايب لك او استخدم كلمه ماجنيتيود. تعال نشوف او بعض هو هيستخدمها هنا ليه. Magnitude 3 units in negative direction of x axis is space. طبعا مع فين هنا جايب يعني بالسبيس از، يبقى هو عايز مين عندنا زي ما قلنا؟ الايمج، يبقى هنعمل بلس. طب لو دي البوينت فين هو الترانسليشن؟ هنا جاب لك الترانسليشن مكتوب بالليتر، انت هتحوله لاوردر بير. طب ازاي؟ اشوف مع بعض ايه اللي هو عطوني. قال لي هنا ماجنتيود 3 يونت، يبقى كده عرفت ان هو 3. طب فين النمبر الثاني؟ تعال نشوف مع بعض الاول. 3 يونت ان ايه؟ نيجاتيف. دايما لما يجيب لك سؤال في كلمه ماجنتيود لازم تخلي بالك النمبر اللي اديه لك لازم يجيب لك بعديه حاجتين، الساين بتاعته وهو عند اكس ولا عند واي. يبقى خلي بالك 3 هنا اهو، اول حاجه الساين هي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اكمل الكلام اللي هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي نيجاتيف، او هنا جاي جنب 3 واحط نيجاتيف كده اهو بكل سهوله. طيب الحاجه الثانيه هي عند اكس ولا عند واي؟ قال لي اون او ات دايركشن اوف اكس اكسس. فين اكس واي؟ الاوردر بي عندنا اكس وواي، يبقى انا بكل بساطه هقوم جاي هنا فوقيها او تحتيها زي ما انت عايز. هنكتبها تحتيها هنا اهو، النيجاتيف 3 هنحطها تحت الاكس اللي هي تحت الواي، طبعا والواي ما جالكش سيرتها يبقى تحط عندها زيرو. يبقى كده بكل بساطه خلي بالك من السؤال ده، هنعمل بلس 1 بلس نيجاتيف 3 هيدينا نيجاتيف 2، وهنا 3 بلس 0 يدينا 3، يبقى هنقول ان دي داش طلع عندنا نيجاتيف 2 و 3. تعال نشوف مع بعض الجزء الثاني الفيديو بيتكلم عن ايه. هنشوف نتكلم مع بعض عن ازاي نجيب بقى البوينت وازاي نجيب الترانسليشن. خليك معايا لاخر الفيديو. الجزء يا جماعه الثاني من الفيديو النهارده بنتكلم مع بعض عن ازاي نجيب بقى البوينت ونجيب كمان الترانسليشن للاسئله اللي عندنا. زي ما خدنا من شويه ان الايمج كنا عملنا بلس، هنا هنعمل ايه زي ما قلنا مع بعض؟ ان هنا لما اجي اجيب البوينت او اجيب الترانسليشن او الماجنتيود هنعمل مع بعض ماينس. تعال نشوف مع بعض ازاي بنعمل ماينس وبنعمل مين ماينس مين. دايما في الماينس بنبدا بالحاجه الاكبر، والاكبر عندنا طبعا هو دايما الايمج. ليه الايمج الاكبر؟ هو ده اللي بيجي من البلس. تعال نشوف مع بعض السؤال بيجي ازاي في الامتحان. بيقول لي هنا ذا ايمج اوف بوينت اي بي باي ترانسليشن 3 نيجاتيف 1 از 4 نيجاتيف 2 زين اي بي ايكوال سبيس. طبعا يا جماعه هنا لو خدت بالك ان هنا الاي بي ده هو مين؟ هو البوينت. ليه هنا مش الايمج؟ لان هنا قايل لي ايز اهو، خد بالك ان ايز بتاعت مين دي؟ بتاعت الايمج. مين جاي بعديها؟ ده. يبقى ده او الفور نيجاتيف اوردر بير ده هو ده الايمج. طبعا ده هو مين؟ مكتوب جنبه كلمه ترانسليشن، يبقى بالفهم كده ده مكتوب جنبه كلمه بوينت، يبقى هو ده البوينت. البوينت هنعمل ايه؟ هنعمل ماينس. هنعمل ماينس نبدا بالايمج. مين في دول الايمج؟ ايوه اللي بعد ايز اللي هو ده. يبقى هبدا بده، هجيب ده احطه تحتيها واعمل ايه؟ ماينس اهو. بكل بساطه هنكتب كده اهو 3 ونيجاتيف 1 نعملهم ماينس مع بعض. طبعا بكل بساطه 4 ماينس 3 هيدينا 1. الحاجه الثانيه نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 1، طبعا آلتك الحاسبة لو معاك او بمخك، نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 1 هيدينا نيجاتيف 1 بس. يبقى الاجابه او الريزلت عندنا 1، النيجاتيف 1 هو ده البوينت بتاعتنا. هيقول ازاي يا مستر؟ هقول لك بكل بساطه دول لايك نيجاتيف ونيجاتيف تايمز طبعا يدينا بوستر، يبقى نيجاتيف 2 بلس 1 هيدينا نيجاتيف 1 زي ما شفنا مع بعض في الاجابه. تعال نشوف كده سؤال ثاني بيقول هنا ذا ايمج اوف بوينت A 1 2 باي ترانسليشن، وعامل لي سبيس جنب كلمه طبعا ترانسليشن از 5 نيجاتيف 1. طبعا هنا هو طالب مني مين؟ لو خدت بالك ان از جاي بعدها اوردر بير، يبقى ده هو الايمج. هنا البوينت جاي بعدها اوردر بير، يبقى فين الاوردر بير بتاع الترانسليشن؟ مش موجود، يبقى هنا طالب مني اجيب الترانسليشن. طبعا زي ما قلنا هنجيبها ازاي؟ هنعمل ماينس. نبدا مين في الماينس؟ بالايمج. مين هي الايمج؟ اهو اللي بيجي بعد كلمه از زي ما هي اهو، هجيب ده احطه تحتها واعمل ماينس اهو. هنيجي تحتها كده نكتب 1 وهنا 2 ونعمل زي ما قلنا ماينس. 5 ماينس 1 هيدينا 4،
يبقى اول حاجة الاكس عندنا 4 والنيجاتيف 1 ماينس 2 هيدينا نيجاتيف 3 يبقى الريزلت هيطلع عندنا 4 ونيجاتيف 3 ده هو كان اخر حاجة عندنا فيديو النهاردة. يا رب الفيديو عجب حضراتكم، ما تنساش في النهاية نعمل لايك للفيديو سبسكرايب للقناة ونفعل ان شاء الله جرس الميجا بكلمة سبسكرايب عشان يوصلنا كل فيديو جديد ان شاء الله. خليكم معايا ان شاء الله الفيديو الجاي هنشرح مع بعض البارت الثاني من الترانسليشن. شكرا لكم، كان معكم مستر محمد حسن من قناة مستر محمد حسن ماس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.